باع 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 الطير، هيانا هيانا هذا. طريقة هدد الطير على الصيدة مالته. زود. السلام عليكم، شلونكم احبائي اعزائي متابعين قناة صيادين بالفطرة. اليوم قلنا لكم طلعات غير كافي، ماي الماي خابط، الماي ما بيصيد. فاليوم طلعتنا على البرية، نطلع نصيد طيور لنا ونصيد كذلك للطير هذا، ونشوفكم اليوم شلون يصيد وطرق تدريبه وطرق تعليمه وطرق دعوته الى الصيدة مالته. طبعا اليوم ويانا طاروح الاخ ابو روان، وهو مصقرش يعني للطيور الجارحة، فان شاء الله راح يشوفكم وراح يسمعكم وراح تشوفون ويانا وتستمتعون بهاي الحلقة طرق تعليمه وطرق الصيد. واستخدمنا اليوم البندقية ال 12 ملم، هاي طبعا التراثية مضمومة، طلعناها اليوم حبينا نشوفها نستخدمها. راح تشوفون الصيد وكذلك راح تشوفون طريقة تعليم الطير وكذلك طريقة صيده، وإن شاء الله تستمتعون وتابعونا. اشتيدك وين راحت؟ تكلات وحده بعد وياهم. لا هذا باوع ما وينها؟ بعد عاش تيدك عاش تيدك. باع 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 الطير، هيانا هيانا هذا هذا صديقنا، هم فك الطير. قعدنا لانه ما نقدر صاحبنا اللي جا ويانا كان هم يدعي الطير مالته، نستغل هذا الموضوع نسال لنا الطاروح ابو روان شلون طرق صيد الطير، شلون يعني بالعراق باي طريقه ينصاد، وشلون من يجي، وشلون نقدر نروضه او ندربه، واسعارهم اذا طبعا هنالك طرق عديده بصيد الطيور وصيد الشواهين. هناك عده انواع من الصقور، عده اصناف، منها الاحرار ومنها الشواهين ومنها الصقور الجارحه الاخرى. طبعا لكل صنف احجام واسعار وطرق صيدها تكون عن طريق النوجة او عن طريق الدرك اللي هي الشبك، هاي مثل ما تحضرها بهاي الطريقة، انه من يجيك الطير تشوف الطير طلع الهياء هالشكل، حمامة او قطعة. هو الفريسة الفريسة الاساسية بطراحة الطير هي القطاع، القطاع او الكدرية نقول، بس احنا يعني ما متواجد ويانا نقدر نقول اللي دائما الحمامة القمرية الحمامة الخرابية، هذا النيل الفرائس تصلح لصيد الطيور، وهاي الشبكة هي يسموها الدرك هي اللي نصيد بها الصقور الجارحة كالأحرار والشواهين، وهاي تشوفها بهاي الطريقة. هاي الشبك انت تسوي؟ اي طبعا، هاي حياكتي انا حوك الشبك
واصنعها بهاي الطريقه لكل فريسه، يعني القطايه شبشتها بوحد، الحمامه شبشتها بوحد، القمريه شبشتها بوحد، الالوان كذلك طبعا هي اللون عادي يعني، بس نقول نموه لكل فريسه ولونها حتى الطير ما يفرز النوبات قطيور الجرانيس اللي هي باعمار متقدمه نقول ام السنه سنتين الحايله تفرزن تباوع على الصيده بيها شبشه تعوفها ما تضربها. فاحنا شو نسوي؟ نخلي هذا الخيط مقارب اللون الصيده في سبيل تمويه، يعني في سبيل الطير الوحش يصيدها. اي ويدك. وهناك احجام، يعني احجام تنباع واحجام قياسات ما تنباع، منها الوكريات. الوكريات بصوره عامه يعني اسعارها تتراوح ما بين ال $200 الى $400 حسب القياس نقول. واكثر الصقاره اللي موجودين يستخدمون الطيور ام 16 قياسات 16 يصيدون بها، يعني هذا الطير يكون اسعاره بال 15 ورقه 20 ورقه، ام سعره بسيط ومناسب، لان الطير له اقدار، القدر ماله يا اما يموت او يلحق الصيده ويروح. فانت تطرح لك طير بكذا مليون فد ب 30 ب 40 مليون وتصقره ويروح، حرامات يعني. هي هاي هم ارزاق، احنا كطواريح نصيد طيور ونبيعها ندور رزق، هذا رزق رب العالمين، كل واحد وشغلته وطريقة صيده. أما هذن الأحجام الكوابج نسميهن قياسها 15 أو 16 إلى 15 ونص، هذن نخليهن كماشات للطيور أو للصقارة للحبارة نتونس بيهن. احنا نريد نشوفنا هذا نقدر هسن. اي عادي عادي تقدر. شلون الصقرة وشلون تفكها على الصيدة؟ حسب حسب. جبنا له طير هجين، يعني قبش بري، قبش بري، وراح نفكه ونشوف شلون راح يصيده وشلون راح يلا ابو رمان هدك يا هنا. طريقة هدد الطير على الصيدة مالته. الصيدة وين اللي تدرح الدربو عليها؟ ايش الصيدة؟ ابو شي دقيقة. هذا لازم الصيد مي. صادها هاي كلها طرق تدريبية للطير. حاول يمنعها انه يمنع الطير من قتل الصيد. زيون او 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 طريقة عزل الطير من الصيدة مالته حتى تكون الصيدة سليمة. يو يو زيون او او لما كنت تشيل خلاله لحمه حتى يبتعد عن الصيد. مو يما السكين بلي مو يمي شو استعجل سكين. يلا
كابتن شنو دشد رجله؟ اي هاي لازم اول فقره تسويها قبل لا تعزل من عنده تشد سبوقه بتشف حتى لا يبوق من عندك الصيده مالته ولا يبوق. ازيون او سهاي ذبحنا الصيد كابتن. صار ايش قد تدرب به هذا الطير؟ ثلاثة شهور. زين هاي كل بس طريقة تصغير الصقر من 10 ايام الى 15 يوم يكون جاهز للصيد. انا طيري جاهز صياد الحمد لله والشكر و... سعاد ايش وقت تلبس القناع؟ لما يكمل وتنفض ذيك الساعة البرقع ماله يتلبس. بدأ ينفض بال هاي تأكد مني دي ما بيها أي لحم أي بقايا من الفريسة. يدور شوف شوف هاي تفتح لي يديك حتى يفتش ما بيها أي شيء ذيك الساعة عادي يعني من تنفض يعني هاي ينطيك علامة انه هو اكتفى وهاي هي. حيو كابتن. وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفادتوا من شرح الطيور وصيدها. تابعونا الأكشنات الجاية أقوى. يلا 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 دام الصيد اشتاكت.